السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيلة اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة علاج الأزمات الربوية بكبسولة الشفط ثنائية التركيب بثلث ثمن العلاج العادي. يعني هي كبسولة واحدة بس بتلت تمن العلاج العادي. أطباء الصدرية اعتادوا أن يكتبوا نوعين من أنواع الكبسولات الجافة للاستنشاق لعلاج الأزمات الربوية. أحدهم الفوراديل كبسول. فوراديل كبسول مادة الفورميترول فيوماريت. مادة الفورميترول فيوماريت داي هيدريت فوراديل، تمام؟ فوراديل كبسول ومادة الفورميترول فيوماريت داي هيدريت تركيزها 12 مايكروجرام، سعر الشريط 43 جنيه 75 قرش، تمام. المادة الأخرى موجودة في الميفلونايت كبسول. ميفلونايت كبسول مادة البيودا سونايت. مادة البيودا سونايت أيضا تركيزها 400 مايكروجرام وسعر الشريط 15 جنيه ونص. يبقى هيشفط دي وبعدين هيشفط دي، تمام؟ والاتنين سعرهم 9 جنيه، الاتنين سعرهم 59 جنيه وربع. الاتنين سعرهم 59 وربع، تمام؟ ده غير المجهود والوقت دي وبعدين تشفط دي، تمام؟ أنا النهاردة جايب لحضراتكم كبسولة بتحتوي على المادتين بنفس التركيز بالظبط وبثلث السعر. ايه ده؟ ذكر الله، صلاة على رسول الله، توفير. هتطلع من الفيديو كسبان كسبان، استحالة. طيب اين المادة؟ اهي ادي العلبة اهي. فور بيوتس. فور بيوتس. فور بيوتس بتحتوي على المادتين اهم اهم اهي. فورميترول فيوماريت داي هيدريت اهي تركيز 12 مايكروجرام، ومعاها البيودا سونايت تركيز 400 مايكروجرام اهي، تمام. طب سعر الشريط كام؟ 19 جنيه ونص، ثلث الثمن. يبقى اذا دولت عائق ووقت وزمن وفلوس، لكن دي سهوله في الاستخدام وتوفير للوقت والمال. العلبة ب 118 جنيه 6 شرايط، يعني الشريط تقريبا ب 19 جنيه ونص، ثلث الثمن، ثلث الثمن تماما. طيب نتعرف على المنظر بتاع الجهاز بتاعها. الجهاز بتاعها بيبقى كده اهو. استخدامه ازاي؟ هفتح الغطاء، تمام، وبعدين افتح الجهاز، وبعدين اجيب الكبسولة احطها في التجويف ده. شايفين التجويف ده؟ وفي زرارين في الجنب، الزرارين دول لو ضغطت عليهم بيطلع منهم سنون تخرم الكبسولة، تمام؟ يبقى انا حطيت الكبسولة، ضغطت بعد ما قفلت بقى، يعني انا كده اهو، فرضنا ان انا حطيت الكبسولة، قفلت اهو، وبعدين ضغطت على الكبسولة، وبعدين هطرد نفس زفير، وبعدين حاجة حاططها وشافت لغاية مسمع زنة، لغاية مسمع زنة. أعمل لكم واحدة وأمر الله أشفط الدواء عشان خاطركم. هجيب كبسولة أهي، أدي الكبسولة، شايفين الكبسولة؟ وهتلاقوا داخلها البودره اهي، البودره بتاعت الماده الجافه اللي بتنزل على الصدر
تقوم تريح الأزمة الربوية. هفتح الجهاز أهو، فتحت الجهاز، حطيت الكبسولة، آدي كبسولة داخل الجهاز أهو، أهي تمام أوكي. أنا ممكن أوريك والسنون بتخش في الكبسولة كمان، بص أهي شايف دخلت السنون. هقفل عليها، بعد ما أقفل هضغط على دي عشان السنون تخرم الكبسولة. خرمت الكبسولة، هطرد نفس أهو زفير، هرجع ظهري لورا شوية وبعدين هشفط، هشفط أهو. سمعتوا الزنة دي؟ سمعتوا الزنة دي؟ هو ده البودرة الجافة اللي بتدخل الصدر فتزيل الأزمة الربوية. طبعا هذا العلاج لا يوصف إلا تحت إرشاد ومتابعة السادة الأطباء بكل دقة، تمام؟ لكن إحنا بنعمل إيه؟ بنوفر المثيل الأرخص للناس علشان الظروف بتاعة الناس. يبقى أنا فوراجيل وميفلونايد اللي عاملين 60 جنيه؟ لا، أدي أهو الدواء فور بيودس، فور بيودس. وليه فور بيودس؟ لأن فورميترول تسمية، فورميترول واخدين فور، وبيوديسيمايد أو بيوداسيمايد النص التاني، نص مادة والنص التاني، مادة 12 مايكرو جرام ومادة 400 مايكرو جرام. بصراحة شيء مبهج جدا وشيء سعيد جدا جدا ان انت بدل ما تدفع 60 تدفع 19.5. مش بس كده، لا، المادتين مع بعض، يعني بدل ما تشفط الكبسوله دي وترجع تشفط الكبسوله دي، لا، هتشفط كبسوله واحده بس هتزيل الازمه الربويه. ذكرنا الله، صلينا على رسول الله، خدنا معلومه، وفرنا فلوسنا، ذكرنا الله تاني وصلينا على رسول الله تاني. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل، وشكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.